السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير برأس السنة الهجرية. ربنا يجعلها عليكم يوم خير وبركة وسعادة، بس مش على المسلمين، على الناس أجمعين إن شاء الله. هيكون لنا كلمة عنها ممكن يكون يوم السبت أو الحد إن شاء الله. النهاردة بنتكلم عن نفس المحاضرة اللي اتكلمنا عنها امبارح، ما لك لا يشتري مقامك، يعني المال عمره ما بيشتري المقام، يعني لا هيخلي الإنسان يبقى عالم ولا هيخلي كذا ولا كذا ولا كذا. المال ده لابد أن يستخدم في بناء أشياء أخرى للمجتمع وللوطن وللأمة إلى آخره. نقدر هتكلم عن أشياء حدثت منذ مئات السنين. الأسبوع اللي فات احنا اتكلمنا عن اللي هم العلماء اللايكس والهاشتاج. النهارده هنتكلم عن دور العلماء الغير عرب في عمل الحضارة الإنسانية أو دعم الحضارة الإنسانية والنهضة الإنسانية في العالم كله، وليس فقط في العالم العربي أو العالم الإسلامي. نبدأ باللي هم العلماء الدين. أنا بس هذكر أسمائهم كده بسرعة علشان عندك خريطة العالم، عشان ايه نرى ان ده العالم اللي عايشين فينا كل المسلمين، عالم الاسلام. شوف كل المنطقة دي كلها خرج منها علماء غير عاديين. انا بس هركز اليوم على اللي غير عرب. الامام البخاري انتوا عارفينه كله، الامام مسلم عارفينه، الامام الترمذي من ترمذ، مسلم من قزوين، البخاري من بخارى، ابو داود من سخستان المنطقة دي كده، النسائي من نسا خراسان تركمانستان، القرطبي من قرطبة في الأندلس. شوف أنا ماشي بسرعة ازاي. دي الحاجات اللي احنا مفروض نعلمها لأولادنا وفي تاريخنا في المدارس. الإمام الأوزاعي في لبنان طبعا، لكن يقال ان في أحد المقالات بتقول ان هو أصلا من سبي الهند، الله أعلم. الإمام البغوي من مولود في بغثور، ودي بين هراء في بلاد خراسان أيضا. النيسابوري في نيسابور، ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة. دي كلهم في علماء في الفقه وفي الدين في الحديث. عبد الله الدرامي من الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي من سمرقند. يحيى بن الطائي الأندلسي بالأندلس، وأمازيغي، أمازيغي يعني غير عربي أيضا. الإمام التستوري موجود في تستر من خوزستان قريبا من إيران. الإمام الطبري من طبرستان شمال إيران، هو اللي صاحب تفسير الطبري. الجرجاني أيضا من جرجان في شمال إيران، وده مؤسس علم البلاغة، يعني البلاغة اللي في اللغة العربية الجرجاني هو اللي حاططها. سامعين؟ الجرجاني هو اللي حاططها. الشاشي نقشبند، أبو بكر قفال الشاشي نقشبند. سيبوي، سيبوي مين هو سيبوي؟ مدينة البيضة بلاد فارس، أبلك هو مؤسس اللغة العربية، مش مؤسسها يعني، اللي هو وضع المناهج وأصول تحدث باللغة العربية. المروزي تركمانستان، البيهقي من بيهق، مدينة اسمها بيهق شمال شرق إيران. أبو عبد الله نيسابوري من نيسابور برضك ناحية إيران. الإمام الجويني من نيسابور أيضا. كل هؤلاء الأئمة بيدلوا على أنهم عملوا، شاركوا في بناء ليس فقط حضارة المسلمين بل حضارة العالم كله. دول من ناحية الفقهية ونقل الحديث إلى آخره. ابن مندة من أصفهان أيضا، اللي هو عبد الله بن محمد بن إسحاق بن مندة، ابن يحيى، ابن حبان، طبعا تعرفين انت المؤلفات بتاع صحيح ابن حبان، من نيسابور ايضا، الهروي شيخ خراسان، وهكذا. فان اردنا ان نقول ان نحن فقط اصحاب الفقه واصحاب الحديث، تجميع الحديث، واصحاب العلوم الاسلاميه، فنحن مخطئين كعرب.
هناك ناس شاركوا بل جاهدوا أنفسهم في تعلم اللغة العربية حتى وضعوا أساس التحدث باللغة العربية زي ما عملوا سيبويه وآخرين. فده فضل هؤلاء الغير عرب من أبناء الأمة العربية والإسلامية من أبناء الأمة الإسلامية على النهضة الإسلامية في أصول الفقه والحديث والسيرة إلى آخره. ننتقل من النقطة دي لنقطة أخرى نشوف غير العرب اللي هم ساهموا في إنشاء هذه النهضة. في الصيدلة في واحد اسمه ابن وافد كان طبيب وعالم نبات من أندلس. أندلس 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 فين شايف حتى مش موجودة على الخريطة هنا الحتة اللي فوق دي المغرب اهي فوق المغرب في البرتغال وفي أسبانيا بالك أندلس بالك. ابن وافد عمل ايه؟ عمل كتب في الأدوية المفردة. كتب كتاب واحد فقط اسمه كتاب الأدوية المفردة في 20 سنة. بالك تكلم عن حاسة البصر ويتكلم عن أشياء كتير جدا. ابن البيطار برضك أندلسي من أندلس اللي هي ناحية اللي هي برتغال والبرتغال اللي فيها اللي جاي منها كريستيانو رونالدو وأسبانيا اللي جاي منها برشلونة وريال مدريد. ده بقى لو احنا قلنا لكم برشلونة وريال مدريد هتعرفوها لكم ما تعرفوش ايه الأندلس. فابن البيطار عمل ايه؟ جيهم ملقا ويعني تولد في ملقا ومات في دمشق وهو اول من تحدث عن العلاج الضوئي الكيميائي اللي هو فوتو كيموثيرابي. اول من تحدث عن ايه العلاج الضوئي الكيميائي ومات رحمة الله عليه متسمم لانه كان بيحاول يعمل تجارب في المعمل. يعني مات شهيد الطب او شهيد الصيدلة. من مؤلفاته كتيرة الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، المغني في الأدوية والمفردة، الإبانة والإعلام بما في المنهاج إلى آخر آخر. يعني هو اتولد هنا فوق هنا ناحية ملقا لكن مات فين؟ مات في وسط آسيا. هنا هو شايفين الحتة دي كلها مش المسافات دي كلها لطلب العلم، لطلب العلم ليس لطلب الرزق. الإمام ابن عباس الطبيب الصيدلي أبو العباس ابن الرومية برضك من الدكاترة الصيادلة من أشبيلية من أسبانيا. ننتقل بعد كده هو للطب. طبعا ما حدش يتكلم في الطب وينسى ابن سينا. أنا مش هتكلم عن ابن سينا، تعرفين طبعا ابن سينا أصله ان هو من المنطقة بتاعت وسط اسيا، ان هو المنطقة دي كلها وعائلته من اصل ايضا مجوسي لكنهم اسلموا واصبح منهم العلماء. ابن رشد الاندلسي كلنا عارفين ابن رشد على انه ايه؟ على انه فيلسوف وعلى انه فقيه وعلى ان نور الشريف عمل له فيلم مش فاكر اسمه ايه الفيلم حتى يعني واخد بالك الى اخره. لكن هو تخصصه وطبعا هو من قرطبة من الأندلس قرطبة تخصص في الطب الإسلامي والفلك والفلسفة والجغرافيا والرياضيات والفيزياء والعلوم الإسلامية وعلم الكلام كمان. عدد مؤلفاته 108 مؤلف. لكن احنا دائما نيجي على ابن رشد ونصير حول المشاكل الخلافية فقط والنحو كذلك إلى آخر. أبو الفرج اليبرودي ده مسيحي في دمشق كذلك وده كان طبيب سرياني يعقوبي. ابن بطلان ايضا مسيحي. يعني كانت الدولة اللي هي كانت ممتدة في المنطقة دي كلها كانت بتسمح لمن ليس من المسلمين ان يبدع سواء كان مسيحي او يهودي او صابئي او يزيدي او اي انسان يعتنق اي ملة انه ايه في ظل هذه الدولة الكبيرة ان يستطيع ان يبدع كما ذكرت عن ابن ابو الفرج ابن اليبرودي في دمشق
وابن بطلان اللي هو اصلا في بغداد. او ابن بطلان عمل ايه بقى كطبيب؟ كطبيب مسيحي هو اول من استخدم الموسيقى في العلاج. اول من استخدم الموسيقى في العلاج قبل بقى عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب وكاظم الصاهر ومش عارف أليسة ومليسة الى اخره. ابن زهر الاشبيلي من اشبيليا، طبعا اشبيليا اسبانيا اللي هو الاندلس يعني، وكان طبيب وفيلسوف وشاعر، وكتب في المداواة والتدبير وكتاب الأغذية إلى آخره. فالناس دول أبدعوا في خدمة الإنسانية من كل مكان كانت تعيش فيه الدولة الإسلامية الكبيرة. أبو القاسم الزهراوي كلنا عارفين من هو أبو القاسم الزهراوي، هو أندلسي أيضا من مدينة الزهرة جنب قرطبة، وترك مجلد او موسوعة في الطب 30 مجلد في القرن العاشر او الحداشر، واخترع الكثير من الالات الجراحية. كان متميز ايضا في طب الايه الاطفال. ابن التلميذ نصراني، ها مش مسلم، كان اديب وشاعر وطبيب، ها وكتب كتب كبيرة كثيرة، كان يتحدث الفارسية واليونانية والسريانية، ها البغدادي. يوحنا بن ماساوية أيضا كان مسيحي من خوزستان وسط آسيا، هنا هو منطقة دي كلها اللي هي دلوقتي منطقة فقيرة، شعوبها فقيرة تحتاج لدعمنا احنا كمسلمين. كان مسيحي أيضا من خوزستان، ومن أهم إنجازاته في علم التشريح كان بيشرح مين؟ كان بيشرح القرود. ليه؟ لأن التكوين التشريحي والجسم القرود قريب جدا من جسم الإنسان. الناس كانت بتفهم. وكتب كتب كتيرة جدا اسمها النوادر الطبية، كتاب في الحميات، كتاب في طب العيون لو بسميه دلوقتي أوفثالمولوجي، وكتاب في محنة الكاحلين أيضا إلى آخره. هو كان في جراحة العيون، كان برضك مسيحي يعيش في المنطقة دي كلها، ونمى وكبر وأبدع في إثراء النهضة الإنسانية في العالم. ابن توما أيضا مسيحي وكان من بغداد أيضا، وترك 40 مصنف دي نحن. ابن سقلاب نصراني ايضا من سكان مدينة القدس في القرن الحداشر في القرن الاثناشر، ومات سنة 1228. براعته كانت فين بقى؟ اول براعة لي كان في الطب التجريبي، الطب التجريبي اللي هو حسب التجربة، experimental medicine يعني. ابن المجوسي ايضا ما كانش مسلم، كان من الاهواز في فارس، وكتب كتاب الكتاب الملكي في الطب، فيه 20 مقالة عن الطب الاسلامي. المنطقة دي شايفين المنطقة دي اللي احنا شوف شايفينها، افغانستان، تركمانيا، تركمانستان، اوزبكستان، طاجكستان، كازاخستان، قرغيزستان، تركمانستان، كل المنطقة دي خرجت لنا علماء في الطب، في الفلك، في الحساب، في الجبر، في الهندسة، في الفقه، في اللغة العربية. ها ابن المجوسي اكتشف الشعيرات الدموية، نحن نسميها كابيلرز، تحت الايد دي، تحت الجلد دي، ووصف عملية شق عشان ايه يخرجوا الحصوة من الكلى، وصفها وقال ان الطفل لما بيخرج من رحم الام بيخرج نتيجة لانقباض وانبساط في العضلات. ووصف الانيوريزم، الانيوريزم هو تمدد الشريان، يبقى يعني عندك شريان في جسمك كده بيتحول لبالونة اسمها انيوريزم، وعمل عملية اللوز، وقال ان علاج
علاج اللي هو علاج السل في الرئة في الرئتين صعب ليه؟ لكثرة تحرك الرئتين. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عشان نفهم بقى ان الدولة لما كانت كبيرة اسمه ابن المجوسي سمحت لإبداع كل مواطن فيها رغما عن يعني على غير حتى ولو اختلف معنا في الديانة وفي الثقافة وفي اللغة وفي المنشأ إلى آخره. ابن الجزائر القيرواني طبعا ده من قيروان في تونس الآن، وتخصص في حاجتين: طب الأطفال وطب المسنين. حاليا دلوقتي أصبح طب المسنين بنسميه جيرياتريك ميديسن، وكتب كتب كثيرة: البغية في الأدوية المركبة، سياسة الصبيان وتدبيرهم، مرجع في طب الأطفال، طب حتى كتب كتاب في طب الفقراء وطب المساكين. ده مين ده؟ أبو ابن الجزار القيرواني اللي اتولد سنة 285 هجرية ومات سنة 369 هجرية. إسحاق بن سليمان الإسرائيلي كان يهودي، تولد سنة 850 ومات سنة 932، وتولد في مصر ومات في القيروان. شوف تولد هنا في مصر، ادي مصر هنا والقيروان هنا. طلبة علم، كان يهودي كان مسيحي كان اي حاجة، لكن الدولة سمحت له انه يتحرك بسهولة لكي ينهل من العلم ويثري الانسانية بعلومه. وكان فيلسوف وكان حخام وكان طبيب الى اخر. ابن سمجون اندلسي ايزر كتب في الطب والعقير، ابن المقشر ها كان مصري وطبيب نصراني الى اخر. شفنا بقى كيف اثرى هؤلاء العلماء في كل المجالات الانسانيه في ظل الدوله المستقره الدوله الاسلاميه في ذلك الوقت. في الهندسة والرياضيات إلى آخره هنلاقي أول واحد ابن باجة بردك أندلسي، وكان ليه كلام في الطب وكان ليه مؤلفات كثيرة جدا. أيضا الخوارزمي، كلنا عارفين الخوارزمي، خوارزمي من حتة اسمها خوارزم في إقليم خراسان في أوزبكستان. فين أوزبكستان؟ هي فوق، هي شايفينها فوق خالص أوزبكستان، تحت كازاخستان. وهو أول من تحدث عن رسم الخرائط والجبر والمثلثات إلى آخره، ده الخوارزمي. عباس بن فرناس، كلنا نعرف عباس بن فرناس على أنه هو بس حب يطير فوقع. عباس بن فرناس كان أندلسي أيضا، اتولد سنة 810 هجرية ومات 875 هجرية، كان أمازيغي ما كانش عربي. صمم ايه بقى خلاف النحتار ووقع؟ اول ساعة مائية للميقات، صنع الزجاج الشفاف من الحجارة، عمل نظارات طبية وعمل قلم الحبر وطار بجناحينه، لكن مات، او ما يقال انه مات، افرع اخرى انه ماتش يعني. ابن سينا كلكم عارفينه طبعا، كان عالم وشاعر وطبيب وفيلسوف ومفكر وفيزيائي الى اخره. ابو بكر الرازي بردك من مدينه الري في ايران في الفلك والرياضيات، اتولد في مدينه الري، طبيب في الطب الكيميائي والمعادن، كتب كتاب الحاوي 30 مجلد الى اخره. الطبري، في طبري ثاني هنا قبل كده، الطبري اللي هو المفسر، هنا طبري تاني يهودي كان طبيب وكان مهندس من طبرستان ايضا. وضع مبادئ الطب العامة، مبادئ الطب العامة دي نمرة واحد، ومبادئ الحفاظ على الصحة الجيدة، وكتب في امراض العضلات اللي بنتكلم عنها دلوقتي، وصف الحمى، وصف امراض الجسم، وصف نمو الطفل، كتب في طب الاطفال، في أمراض الصدر والرئة، وتعرف على العقير والسموم. كان يهودي من طبرستان. البوزجاني، الإمام أبو الزجاني بردك من خراسان، من أبرز العلماء في الرياضيات. تعرف عمل إيه؟ هو برع في علم المثلثات الكروية اللي احنا نسميها بالإنجليزي spherical
تراجونومتري والزوايا، وكان مؤسس المرصد اللي هو أسترونوميكال أوبزرفاتوري، المرصد اللي هنرصد به النجوم. من مؤلفاته الكامل في حركة الكواكب، مسطرة إلى آخره، الرياضة البحتة إلى آخره إلى آخره. أبو ريحان البيروني طبعا معرفين من أوزبكستان، كان تلميذ لابن سينا، ألف 95 كتاب في الفلك والرياضيات، كان معدد المؤلفات اللي عملها 146 كتاب، يبقى 95 في الفلك والرياضيات والباقي كان في أشياء أخرى. برع في الفيزياء والجغرافيا، في الجغرافيا رسم الخطوط الطول وخطوط العرض، وضع نظريات القياس ونصف الكرة الأرضية، عشان نظريات قياس نصف الكرة الأرضية ها ومساحتها. وكان ليه مؤلفات في الأدب والشعر والفلسفة. ده مين ده؟ ده أبو ريحان البيروني من أوزبكستان. فين أوزبكستان؟ أوزبكستان أوزبكستان أي فوق أي، اللي احنا دلوقتي بنعملهم كأنهم شحاتين واحنا بنتصدق عليهم. ابن عراق ده من خوارزم أيضا، كان متخصص في الرياضيات والفلك، وكان معلم من معلمين البيروني. أبو معشر البلخي من بلخ من خراسان أيضا، قريبة من إيران، لا خراسان اللي هي المنطقة دي كلها، دي إيران المنطقة اللي هي بتاعت أفغانستان وتركمانستان الى اخره. تعال تشتغل في علم النجوم اللي هو ستارز والاسترولوجي، ومن اكشهر الكتب اللي عملها المدخل الكبير على احكام النجوم. الخازن كلكم عارفينه طبعا، تولد سنة 900 برضك مدينة خراسان، سنة 900 ومات سنة 971، وده اول من وصف سقوط الاشياء قبل نيوتن، لكن كلنا نعرف نيوتن وما نعرفش الخازن، وكلنا نذكر نيوتن ما نذكرش ايه الخازن. وضع نظرية في شكل الكون وتركيبه. منين هو؟ من خراسان، نفس المنطقة، المنطقة اللي فوق خالص دي. وضع تفسير لحركة الكواكب، وضع طرائق لتعيين اول محرم اللي احنا فيه النهاردة، يعني هو اول من وضع طريقة لتعيين اول محرم في السنة الهجرية. وفي الرياضيات ليه كتب كثيرة جدا. الادريسي ايضا طبعا مؤسس علم الجغرافيا ده، ومن سبتة من صقلية، من سبتة من ولد في سبتة ومات في صقلية، هو اندلسي ايضا. ابن الصفار اللي عمل استرلاب للآلة اللي احنا بنقيس بها حركة النجوم. ابن زهر ايضا اشبيلي من 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 الاندلس. ابو زيد البلخي من بلخ. الفارابي ايضا كان فيلسوف، مدينة فاراب في كازاخستان الى اخره الى اخره. تكلم في الميتافيزيك والفلسفة والسياسة والمنطق والموسيقى والاخلاق الى اخره، والطب الى اخره. هؤلاء هم العلماء اللي هم اثروا العالم بعلمهم في ظل الدولة التي عاشت في من مشرق الارض الى مغربها، ابرزت هؤلاء. لم يكن هناك اي تفرقة قائمة على لغة او جنس او دين، في مسابقة، في مسلمين، فيهم مسيحيين، فيهم يهود، فيهم لا دينيين، فيهم مجوس ايضا، فيهم مجوس، لكن الدولة سمحت لهم، لان الدولة ما كانتش ايه بتقسم المجتمع. خطورة الان ان كتير جدا من الدول تقسم المجتمعات. تعالوا بقى نتفرج احنا بنعمل ايه دلوقتي، واحنا دلوقتي اصبح عندنا يعني مليارات وتريليونات ما نعرفش حجمها قد ايه. مين ده؟ لاعب مشهور كبير جدا اسمه نيمار. في بعض الناس دفعوا فيه اكتر من 200 مليون يورو، و70 و80% من لاجئين العالم، من العالم الاسلامي والعالم العربي. انا لست ضد الرياضة ولست ضد باريس سان جيرمان او نيمار، ولكن ضد العقلية اللي بتختلف في كيف تصرف، نختلف معها في كيف صرف الأموال بعد كده. أنا أحب الناديين
لكن ندفع فيهم مئات الملايين سنويا. لماذا ونحن أمة 70% من لاجئي العالم؟ بعد كده هو أغلى عربية مذهبة. إيه ده؟ عربيات ذهب وفضة وكذا وكذا وكذا. ها؟ أين ميانمار ومشكلتها؟ أين اليمن ومشكلتها؟ أين أفغانستان ومشكلتها؟ أين العراق ومشكلتها؟ أين فلسطين ومشكلتها؟ أين سوريا ومشكلتها؟ عربية ذهب. هل الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الأموال نصرفها بهذه الطريقة؟ هذه عربية تانية هو. أغلى يخت وأغلى عربية وأغلى كذا. فين الفلوس دي؟ مفروض تستلف في الصناعة، في العلم، في البحث، في التجربة، في الكتب، في تثقيف أولادنا وشبابنا وبناتنا، تعلمهم إيه هو تاريخهم. هو ده أموالنا بتصرف هكذا. عربية تانية، سكان لندن ضجروا من صوت هذه العربيات. عمر المال ما هيعمل لك قيمة. اللي يعمل لك قيمة قيمك ودينك وأخلاقك وعلمك وعملك الاجتماعي اللي انت بتخدم فيه، مش فقط مجموعتك انت بس، تخدم فيه الإنسانية. هذا ما يرفع شأنك. لم يستطيع كفار قريش يقولوا شيء في الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين. بنحتفل النهاردة بأول رأس برأس سنة الهجرية، ها، واكتمنوه على أموالهم كل شيء. ليه؟ لأنه كان رجل صلى الله عليه وسلم عنده قيمة وعنده خلق وعنده رسالة وعنده مبدأ لخدمة المجتمع. يخدم ايه ده؟ فلوس مين دي اللي بتصرف؟ فضلوا عرب جود تالنت اصبح دلوقتي نجومنا. نجومنا مين اللي بيعملوا كده؟ دول نجومنا. كيدز جود تالنت، عرب ايدولز، ونشغل الشباب بفنكوش. فنكوش اف ان كوش. انا بقى بحيي الفنان عادل امام والفنان اسمه اللي مات احمد راتب، ولا احمد راتب، في الحوار الجميل اللي دار بينهم على الفنكوش ده. فنكوش ده انا اتمنى ان عرب جود تالنت يبقى فيها في العلوم، في الاداب، في المعرفة، في التاريخ، في الفقه، في السيرة، في الصناعة، في التجارة، في التسويق، كل الحاجات دي كلها، في الزراعة، في الاختراعات. مش كل واحد يطلع يرقص ونخلي ده هو ايه. دي النجومية حاليا. النجومية حاليا في هذه الاشياء. انا لست ضد المسابقة، لكن ضد الفكرة للمسابقة، المسابقة نفسها. بعد كده هو اكبر 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 واعلى 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 شجرة كريسمس تعظيم سلام. وبعدين بعد كده الاموال الطائلة. هل احنا ضد السباقات؟ لا، بس البذخ في صرف الاموال. اول حصان واغلى حصان في العالم انا شفته من حوالي 40 سنة يشتروه بعض هؤلاء الناس المصريين من المسلمين العرب، كان اسمه النبيت الاحمر، واشتروه ب10 مليون دولار في هذا الوقت. ليه واحنا امة 70% من لاجئي العالم من الامة العربية والاسلامية؟ امة العربية والاسلامية يا اموال ربنا استخلفنا عليها، اموال سيحاسبنا عليها ربنا سبحانه. ميانمار هي ميانمار وسكان اقليم الاراكان. لو بعض هذه الدول او هذه الشخصيات تفهموا انسانيا مع الحكومة هناك ودعموا الحكومة هناك، ما كانش تحصل مذابح اللي حصل والتهجير. 420,000 خرجوا من ميانمار
إلى بنجلاديش بلا مأوى، بلا مطعم، بلا مشرب، بلا أي شيء. أعلى برج في العالم. أتمنى وإحنا بنبص على حاجة كده، أنا رزق ضد أعلى برج في العالم، لكن أنا أتمنى إن هذه الأموال يكون عندنا مكتبات، يكون عندنا جامعات، يكون عندنا مراكز أسواق، يكون عندنا بحاث باحثين، يكون عندنا رسالات، مسابقات في الإبداع، مسابقات في الأعظم مشروع يخدم الوطن والمجتمع، مسابقات في التطوع، مسابقات في الخدمة. يعني ما انتوا شوفوا احنا ان الاوقاف بتاعه جامعه هارفارد 40 مليار دولار، قرابه 40 مليار دولار. اوكسفورد ما عندناش جامعه زي اوكسفورد ولا كامبريدج ولا ادنبرا ولا جلاسجو ولا سربون ولا مين تاني يا ربي، ولا الى اخره، بل بالعكس اغلب جامعاتنا في القاع الاسفل من جامعات العالم. ليه؟ لان اموالنا مش عارفين نصرفها فين. وبعدين انا لما اتكلمت عن العلماء اللي من ليس من اصل عربي، ايه احنا دورنا تجاه هذه البلاد؟ رجع لي الخطيره الاولانيه، تجاه هذه البلاد دول فضلهم علينا كبير. فمن الادب ومن الوفاء ومن الولاء ومن الاخاء ومن الرجولة ومن الإسلام ومن الإنسانية ننمي هذه الشعوب، كازاخستان، أوزبكستان، طاجكستان، قرغيزستان، أفغانستان إلى آخر، تركمانستان إلى آخره إلى آخره. ليه؟ لأن الشعوب دي عندها قدرة على إفراز وإبراز مكانات وملكات أخرى يستفيد منها العالم كله، كما عملت من قبل الجاليات الإسلامية اللي موجودة في الغرب، بلاد افريقيا اللي يعني تشاد، النيجر، مالي، موريتانيا، 90% منهم مسلمين، كلهم يعيشوا تحت خط الايه، الفقر والمجاعه والجوع والمرض والحرمان والتجهل والتخلف، واحنا اموالنا اين تذهب؟ لذلك مالك لن يجعل مقامك اعلى مما انت فيه. مالك الذي يجعل مقامك أعلى هو خلقك وقيمك ودينك ومعاملاتك وخدمتك للمجتمع. خمسة دول مش المال. لذلك العلماء اللي خرجوا من الدول الفقيرة دي كلها أصبح أسماءهم إلى الآن بعد 1000 سنة من رحيلهم عن الكوكب الأرضي، نذكرهم ونتمنى ان كل من يسمع يعلم ابنائه كيف نهضت هذه الشعوب، او كيف نهض هؤلاء الناس في مجتمع متجانس يسمح بمعايشة كل الاديان والاجناس واللغات والثقافات والاعراق والتواريخ الى اخره، ويمنع الشرذمة التي تحدث الان. اشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا، وان اطلت عليكم نفس الخمس دقائق بتوع امبارح، لكن اتمنى ان احنا نهتم ببلادنا في كل مكان في العالم ونعرف تاريخنا، لان الحالان الان يصنع نجوم اخرين ورموز اخرين ويطمس التاريخ الذي تعودنا وتعلمنا عنه، والذي لا يعرف تاريخه لن يستطيع أن يحدد معالم واقع الحاضر الذي يعيش فيه لكي يرسم مستقبل الأجيال فيما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.